السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. سمحوا لنا، وين غادي نتكلموا على ابن الجزائر الجزائري الأصل عادل عويشيش، يدخل التاريخ مع بياسي في الدور الفرنسي، وين دخل عادل عويشيش تاريخ بدخوله التشكيلة الأساسية لمباراة فريقه ضد ميت اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدور الفرنسي. الجزائري الأصل عادل 17 سنة و 46 يوم، يدخل التاريخ نادي باريس سان جيرمان كأصغر لاعب يشارك كأساسي في الدور الفرنسي. وين شنا كيفاش لفت عدة مواقع في إحصائيات له إلى أن عويشيش يظهر أمام ميت ببلوغه 17 سنة و 46 يوم فقط في أول مشاركة له. وشتو كيفاش لعب، لي ما شافش البارتي يعاود يولي يشوف ملخص تاع مقابلات باريس سان جيرمان مات كلش. حنايا هذول حنا مازالت الاتحادية تاعنا تأمن بالتصاوير، والصحافة تاعنا شفنا اليوم فيسبوك الاخرى مهبلينا بفرحات ماركا فرحات ماركا فرحات، مخليين واحد اللي جاي طالع متخرج منين معامل لاعب عنده 17 عام و 46 يوم. راك تشوف كيفاش حنا شنو بنقول لكم كلمه والله العظيم تاع كل حاجه. الحاج محمد راو راه رئيس اتحاديه ولا غير وزير، امنونا بالله العلي العظيم يا ذا اللعابه صورتو اش راه كاين لعابه كاين في اي على بالك الصحافه تاعنا ماشي باغي تهدر. راه عندنا لعابه مانشستر يونايتد، في تشيلسي، في جوفنتيس، عندهم 17 18 عام راهم يلعبوا في الراديف. الحاج كره جابهم شي قضيه يجيبهم يلعبوا كيما ادم الوناس كيما بن ناصر كيما زفان، جابهم وخلاهم جيب وخلي عمر الشكاره ولا اللي تخص دخل يدك في الشكاره وخرج وحط حاجه دي عقليه تاعو يخدم لك على سنين ما يخدم لكش على نهار. كاين اللي قال لك الحاج على سنين في الكوب على سنين في الاتحاديه اش تدار اش تدار، انا نقول لكم اش تدار يا وجوه الشواده. يقول لك الحاج اش دار، الحاج بنى لك فريق وفريق باش يدي حيال اش عندك عند ديزون 8 سنين 9 سنين 10 سنين ماشي عامين ماشي عام وماشي شهر ماشي 10 شهور باش ندخلكم ليه بريسانكم. شوفوا التشكيله اللي لعب بها لونترينير تاعهم، شوفوا التشكيله كي دايره التشكيله كيفاش دايره التشكيله شكون اللي لعب. تهضروا لي على بن عمري، بن عمري كان يلعب في الاولمبي تاع الفريق الوطني الجزائري. على بلايلي لعب في الاولمبي، بونجاح دافع على ماجر بعد العام قال لهم ماجر من احسن المدربين باش يقعد يلعب تاع الريح اللي تاكلين على الريح، اضربها في السماء وخلي الريح يردها. يلعبوا مع الريح بيلوت، خاطش البيلوت مي يجي حاد يشوف الريح يشوف القوة تاع الريح من هنا طاب طاب ويجي مول بيلوت ولا بيلوت هو. دروك حنا اللعابة هادو مازال مكان والو، وكاين مؤامرة كبيرة اللعابة اللي راهم يروحوا للخليج، مؤامرة كبيرة فرق صغيرة وراحوا للخليج باش ندخلكم ليه في لسانكم. وكاين اللي ولاو لفرنسا، كاين مؤامرة ناس على بالي يخرجوا الزبان ويخرج يركز لك على ذي، كاين مؤامرة خاطش الخدمة في أوروبا والخدمة في الخليج ماشي كيف كيف. ما نكذبوش على روحنا، ما نكذبوش كاع على روحنا، يكذب عليك اللي يقول لك كيف كيف. روحوا قولوها للوالة، هذه الهضرة هذه تاع كيف كيف روحوا قولوها للوالة.
بونجاه العام اللي فات قلبه بن عطية دلو راك تستافي جيبه. والله كفر خير بن ناصر مليوتيرا وماندي ومحرز القدام، محرز الناس تلعب وما يصور لادفيرساري يتصور معاه، ومبولحي هادو هما يعني ما عرفوش بعد تبان كلشي يبان ان شاء الله بربي كلشي يبان. راكم لي فيريز راكم والله لا كلش لا بان ان شاء الله، حتى على حاسبينها حاسبين المقروط والمقروط يجيب لكم اقعدوا تقارعوا الفرحات شكيراهم كيراهم يخدموا يجبد لك شعلان كاع تاع خالد هكاش جبدوا على فرحات ردوه ليكيب ناسيونال، جبدوا على فلان وفلتان ردوهم وانا مانيش نعاير في فرحات ولا راني طاع نهدر له الشخصيه تاعو، انا نهدر على ليكيب ناسيونال كاش بلاصتو شعم الفرصه عطاوها له ما جرى عطاه بالك الفرصه سات ماتش وقيل عطاهم له ماشي انك ماشي بكى قال لك نبكي مو امو راخو كريستيانو كريستيانو داير ساعة دير 8 مليار دير خلاص 8 مليار 800 مليار وقيل ما شحال دير ساعة برك قعدت تبكي فيه الصباط تاعو مش لي كروبو مش اللي بالذهب قعدت تبكيه قعد بكيه بكي كريستيانو. المهم كي نتكلموا على مواهب جزائريه راهم كاينين لعبه كاين بايرن ميونخ كاين في الريال كاين في كاين في يا ودي وين ما تروح كاين في مانشستر في ارسنال في ليفربول ما كان والو بيديروا لنا مفاجاه يا معليش ديروا لنا يا ودي هضروا كي قلتوا لنا القائمه بيديروا مفاجاه شنو نقول لكم انا على بالي بلي عواشري هذا قبل الكوب دافري قال لكم نجي الجزائر هذه اللي على بالي بها بصح ما شنا والو الا راكم دايرين في القائمه بغيت تخلوها مفاجاه راكم تلعبوا عقليه القط مع الفار طوم جيري قولوا لنا بغيت تخلوهم دو هضروا قصه للشعب خلي الشعب هذه حاجه وحده اخرى حنا راه على بالنا بلي وشكون ديكلارات نابولي بلي غلام راه جاي ليكيب ناسيونال ما شناهاش من عندكم ما شتاش من عندكم انا شتا من عند نابولي وشت بلي باين يلعبوا مع البنين من عند البنين وشتا في البيان سبور فانيك هذا مكان هذا وين شتا قائمه قارعوا بالك اعطوها لتونس تطلق لنا قائمه اعطوا لتونس تطلق لنا قائمه بالك تونس تطلق لنا قائمه ما راناش عارفين شوفوا كاش بلاد تطلق لنا قائمة، نتوما لهنا ما عندكمش لي سيت تاعكم ما يخدموش، عطوها البيني نقولوا بلي غادي نلعبوا كونت فلان وفلان 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 وفلان، القلب منكم راه مبلع القلب، راه بلا، القلب منكم راه بلا، والله لا راه بلا، خاطش على راني نشوف فيها بلي هاد تسير. الاولى عسل والزوجة تحصل الاولى عسل بصح الزوجة تحصل خاطش على كوب ديموند يقطعوا لك الراس تاعك الا ما كانش عندك الرجاله دو ماتش الاولى يكملوا معك حنا ديك الضربه تاع مين طحنا مع الكاميرون نيجيريا وزومبيا كان بكاسو تاع 2018 ماجر راح لمصر راح لتونس راح للسودان راح كاع دار راح المغرب كاع دار من تحت العصابه خاطش كي نقول لك بلي ماجر ماجر شوف والله العظيم مع الويلة تاع العصابة هو اللي يدير كلش الفوتبال تاع الجزائر هو جاهل وجهل الناس معاه كذب الإعلام في مصر والإعلام مدعم من الفوق ولاو يدمروا فيه ادمر برك مع ماجر باش يحطموا الجزائر اليهود أمهم عائلة ريتشارد قالت للكلاب اللي راهم في الحبس
اللي راهم ضروك يقول لك طلقوا صراح المعتقلين، صراح المعتقلين هذوك خونة، هذوك خونة، هذوك إن شاء الله بربي ما يخرجوش من الحبس، يموتوا في الحبس. تيعيطوا للمواليهم أرواح، يقولوا أرواح دي حبوبتك ها في الحبس ميت، أرواح دي خرجه، هذوك خونة. هذه هي ديش اليوم أنا جيت لعب لي أنايا، تلقوا معتقل يمكن لا معتقل لا قارهم في الحبس قا خونة هذوك. ربي ما يغلطش، ربي ما يغلطش. هاكو جاو داوني انا ولا داو واحد اللي يخدم في لابوبيل في النظافه، هاكو جاو داو هذوك تاع النظافه، كو دخلوا تاع النظافه ودخلوا تاع الناس اللي قصوا السجور، كو جاو داونا هيا على طاحوا على هذا باطل، ماشي باطل. راهم كاينين لعابه اوجوه الهم، يا اللي تبغوا الهم، يا اللي عندكم مشروع تاع فريق واحد برك. عندنا رئيس اتحاديه سيبورتير تاع بارادو، رئيس رابطة سيبورتير تاع شلف، راه مدق دقوك شلف ودق غادي دق دقوها معاك. وزير شباب الرياضة سيبورتير تاعكم عارفين، تحية الجزائر.